ما كانش تبريد. الحاجه الاولى اللي تجي تقول لك الطبيبه جاني طمى في مره، بعدها مازال شفتني، ما جيتش شفته شحال، 3 اشهر، 6 8 9 عام. دونك هنايا على حساب كيف راح تجيني المريضه، جانسي سور سا. اولا اللي راهم يروحوا ل 18 سنه واللي راه يخدم على 16 سنه ما نقدروش نعرفوا باللي كاين تكيس ما بايظ في هذه الفتره، سوف اللي راهي متزوجه باسكو حابه تولد ولاد. مي اقل من 20 سنه خطيكم العلاجات، بيبي ما يجونيش لي غايب، ومن بعد ما يجوش بوحداتكم مخبيين سي با لا فان دو موند. بزاف عندهم اعتقاد انه الطمث هو دم خاسر تخلص منه، يعني ما كاش منها نهائيا. الطمث هو دم شباب، هو دم مليح، هو جدار رحم موجد لاستقبال بويضه ونرميوه باسكو ما كانش تبويض. ثانيا دونك اقل من 18 سنه كان تخلطوا في العلاجات، اقل من 18 سنه مازال عندك ايماتيوريتي دو لاكس ماكش ناضجه، دونك ما نخلطوش في العلاجات. او دو لا دو 20 رائع، انا نشتي المراه او دو لا دو 20 ونبدا نعالج. واش نعالج في تكيس المبايض يا ايمان؟ يبرا ما يبراش تكيس المبايض، متلازمه. ما كانش اللي تجي تقول لك بابا كان عندي تكيس مبايض، ولا عندي تكيس مبايض، سان اكزيستو با، وعندك وما عندكش. وسميناه متلازمه لانه راح يلازمك سيدتي طول ما راكي حيه، ماشي طول ما راكي حيه، حتى لسن الياس. حتى سن الياس حتى سن الياس بيروح تكيس المبايض.